لقد كانت معركة ستارة تاريخية بهذه الربوع الماجدة ساحة للنزال، أظهر فيها مجاهدو جيش التحرير الوطني استراتيجية عسكرية محكمة عبرت عن عبقريتهم وشجاعتهم وتفوقهم على فيالق المستعمر المدجج بالآليات العسكرية براً وجواً، والتي دحرها مجاهدون الأشاوس بقوة إرادتهم والتفاف الشعب حولهم، صانعين أروع صور التضحية ونكران الذات من أجل الحرية والاستقلال.